قال ومن بصر الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن ابصر هذا كفر، وعن مثل قول الكفار زجر وعلم انه بصفاته ليس كالبشر. تقدم معي ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثل الشيء والسميع البصير. نعم. ورؤية حق لاهل الجنه. الرؤية حق لاهل الجنه. اخواننا أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم وياكم منه يثبتون رؤية المؤمنين لربهم، أي في الجنة وفي يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأدلة الرؤية كلا لا، وأدلة الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر على الأرائك ينظرون. طيب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذا حجب أعداؤه رآه أولياء. كل من أنكر الرؤية يقول بعض العلماء حري به ألا يرى الله، أفضل نعيم وأكثر ما يتطلع إليه المسلم رؤية رب العالمين صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ لأنه ما يمكن ترى العدم، ترى العدم؟ لا. فكل من ينكر الصفات لابد ينكر الرؤية. هو الآن هنا عندما يثبت لك الرؤية كأنه يثبت لك كل الصفات لله. لماذا؟ لأنه إذا كنت ترى شيء أقول صف لي هذا الذي ترى، صح؟ فالذي ينكر الصفات لابد أن يؤدي إنكار الصفات الإنكار الرؤية. مفهوم؟ أي نعم. فالرؤية تكون يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. حق حتى ينفي المجاز. نعم. بغير إحاطة ولا فيكية. ولا قال في قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. استدل أهل الباطل بهذا الدليل على عدم الرؤية. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يأتي أهل الباطل بدليل على باطله إلا لزاما علي، أي على من؟ على شيخ الإسلام، أن أقلب هذا الدليل عليه. مفهوم؟ هو يقول لا يأتي أهل الباطل بدليل على باطلهم إلا لزاما علي أن أقلب هذا الدليل عليهم. هم قالوا لا تدرك الأبصار دليل على عدم الرؤية. قال لا، عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة التي خلق الله عليها له 600 جناح، أحاط به؟ لا، رأى. مفهوم؟ نعم. فدليل هذا على الرؤية. نعم. كما نطق به وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة هيئت لرؤية رب العالمين سبحانه وتعالى إلى ربها. هنا الرؤية معدة بماذا؟ بإلى. هذه لا يمكن إلا الرؤية البصرية. نعم. إلى ربها ناظرة. نعم. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. هذا هو على ما قال، ومعناه على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين لآرائنا. متأول، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، خلاص، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. لكن إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصح، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين لآرائنا ولا متوهمين لأهوالنا. لا، الآن
إخواننا طريقة أهل السنة صلى الله يجعلني وياكم منهم، أول شيء يستدل ثم بعد هذا يعتقد. أهل الباطل أول شيء يعتقد وبعدين يلوي أعناق النصوص، مفهوم؟ ثبت عندنا الدليل آمنا وصدقنا وسلم. نعم. فإنه ما سلم من دينه إلا من سلم من ذلك وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلم تقول آمنت صدقت سلمت، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه حي قيوم سميع بصير قريب مجيب، أقول آمنت صدقت سلمت ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم. ورد علم اشتبه عليه إلى عليه. نعم. ولا تثبت قلب الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا هو يقول كيف تثبت، أسأل الله يثبتني وإياكم بأن تسلم، تقول آمنت صدقت سلمت. نعم. يا إخواننا الصحابة رضوان الله عليهم لا يوجد واحد منهم صح اعترض أو تكلم بكلمة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، في أحد تكلم؟ في أحد قال كيف؟ قال بلال رضي الله عنه معهم ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم قرعاً عليه بلال أي في الجنة، في أحد تكلم؟ لا، لأنهم يعرف أن هذا علم غيب، ما اعترض واحد، ما تكلم واحد، تحداهم شيخ الإسلام قال خذوا 3 سنين 10 سنين ائتوني بكلمة واحدة عن السلف فيها تأويل النصوص أو رد أو كذا، ما استطاع. نعم. إذا ما يمكن يسعنا إلا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. إذا ما تعترض، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه تقول آمنت وصدقت وسلمت، لا يأتي إنسان يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات، ليس لك علاقة أنت رب ولا عبد، عبد تقول آمنت وصدقت وسلمت، ليس لك أن تتدخل، لأن عندنا بعض الناس اليوم يأتي بأشياء يأتي بأسئلة لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم، هم أتقن الله صح وأعلم، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله أنصح الخلق، هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل تكلم الصحابة؟ إذا لا يمكن أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم، هذا مهم جدا في باب الأسماء والصفات. بعض الناس يسأل مثل ما سأل هذا الرجل، سأل مالك رحمه الله وقال سألوا عن الاستواء، قال والسؤال عنه بدعة، كيف تبتدع أشياء؟ وبعض الناس الشيخ اليوم يعطيك سؤال، يرسل للشيخ سؤال قال أجبني الآن، من أنت أجبني الآن؟ صحيح؟ تلزمني أجيبك الآن؟ قال أجبني الآن، ويريد يوقعك إما في التعطيل أو في التمثيل، يقول لك مثلا هل الإنسان مسير أو مخير؟ أجبني بسرعة. أصلاً نقول لهذا السائل إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة، أنت مبتدع، ابتدعت هذا السؤال، من أين أتيت بهذا السؤال؟ هل سأل هذا السؤال الصحابة رضي الله عليهم وهم إيش؟ أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أحرص على العلم منا وأعلم بالله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، ثم ماذا تريد من هذا السؤال؟ أن توقعني إما أن أقول مسير أو مخير، ثم الإنسان في بعض الأشياء مسير وبعضها مخير، وعندنا ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، سيأتي معنا هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، الحد الجهة الحيز، فيقول هل نثبت تثبت الجهة لله أو لا؟ أجبني الآن، إيش أجبني الآن؟ نقول أولا هذا السؤال بدعة، الثاني أنا لا أدري أنت تريد بالجهة إثبات العلو لله، هذا حق، لكن لا تقول جهة، قل
إثبات العلو والاستواء الفوقية صعود الأشياء نزولها منه كما جاء في الكتاب والسنة. وإن أردت بالجهة أن المخلوقات تحد بالخالق هذا باطل يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما فطر الله سبحانه وتعالى من الخلق وانتهى الأمر. مفهوم يا أخي؟ إذا هذه الأشياء اللي تردك هذه الأيام وأسئلة لابد تعرضها حتى الشيطان لو وسوس لك. من العلاج أن تستغفر الله، من العلاج أن تقرأ سورة الإخلاص تخلص قارئها من الشرك. ما يمكن أن تعتقد في الله سبحانه وتعالى إلا كل صفة كمال، وتنزل الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. فمن راى علمنا قدر احد منهم ونهجرنا من تسليم فهم حجبه مراه مع خالص التوحيد وصافي المعرفه. نعم، يعني الان في عندنا علم غيب وانت ما بقي لك من العلم الا تعرف هذا، انت هذه الاشياء وغيرها لا تعرفها، وما اوتيتم من العلم الا قليل. يعني ما بقي تسال الا عن الساعه، في اشياء كثيره لا تدري عنها شيء. ليش تبحث في هذا العلم؟ ابحث عن العلم الميسر لديك ومن حسن اسلام المرء، ترك ما لا يعنيه. فانت الان عندك علم تستطيع ان تبحث فيه، هذا ابحث منه. وعندك علم لا يمكن ان تتدخل فيه، وتكل هذا العلم الى عالم سبحانه وتعالى وتقول الله اعلم. اذن عندنا علم هذا نبحث فيه هو علم الشريعة، وعندنا أشياء ممنوع أن نبحث فيها ونتكلم فيها. مثال قلنا لكم ما في الجنة من نخل وزيتون ورمان، الروح التي بين جنبيك لا تدري عنها شيء إلا الاسم، تعرفها لا تعرفها، أنت هذه الأشياء لا تعرفها، تريد تتعرف على هذه الأشياء فماذا تسمع؟ تقول آمنت وصدقت وسلمت، وليس لي إلا الرضا والتسليم. نعم، نتوقف إلى هنا. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يعفو عني وعنكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.